نتكلم مع حضراتكم اكتر عن تقرير منظمه التعاون والتنميه مع دكتور محمد بهواش الخبير الاقتصادي. يا دكتور محمد صباحك كله خير، اهلا بيك. اهلا وسهلا فندم، صباح النور. اهلا بحضرتك. ودكتور في البدايه يعني بتشوف ازاي محاور هذا التقرير في ظل طبعا يعني سياسات فعاله بنشهدها، جهود مبذوله في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يتوافق طبعا مع رؤيه مصر 2030؟ طب جانب منظمه التعاون والتنميه الاقتصاديه اول مره تصدر هذا التقرير عن مصر. نعم. وطبعا هو التقرير بالنسبه لمصر يعد بنقول كشف حساب لما تم انجازه خلال الفتره الماضيه. مصر اشتغلت على نفسها في سياسات اصلاحيه، فلما نشوف نظره من احد الجهات الاقتصاديه او المنابر الاقتصاديه العالميه اللي بتتصف بالحاليه ويمكن تكون اكثر تشددا في اصدار تقاريرها، فالتقرير بيعد لمصر بنقول يعني بنقول كشف حساب لما تم انجازه، ما يحتاجه الاقتصاد المصري من تحسينات او تعديلات استكمالا للاجراءات الاصلاحيه اللي بتستهدفها الدوله للتشديد على الخطوات الايجابيه ولتلافي الخطوات الممكن تكون الاقل ايجابيه او السلبيه. لكن الحمد لله ان التقرير ثبت ان في مصر عندنا الحمد لله بتمتلك قطاعات اقتصاديه كثيره ومتنوعه، قدرت مصر من خلال ثوره اصلاحيه استهجتها الدوله المصريه بكافه قطاعاتها بدايه من الاصلاح الاقتصادي والاصلاح الهيكلي دورا بالاصلاحات التشريعيه لتلافي. طيب دكتور محمد، في سؤال مهم جدا يمكن عايز اساله لحضرتك ونقطه هامه جدا هي خاصه بالازمات العالميه الكبرى اللي عصفت باقتصاديات كتير جدا حول العالم، لكن مصر قدرت ان هي تواجه ده. يمكن نتكلم عن ازمه كورونا 2020، بعدها طبعا الحرب الروسيه الاوكرانيه، بعدها ازمه غزه الحاليه اللي لسه مستمره لحد دلوقتي. ازاي او ايه الاليه اللي استخدمتها الدوله المصريه لمواجهه كل ده؟ طبعا هي الخطوات الاستباقيه في البدايه من بدايه التخطيط في الوضع القصه الاصلاحيه كان في استباقيه في الخطوات اللي اتخذتها الدوله المصريه. ما حدش كان يعرف ان هيبقى في الازمات شديده الصعوبه دي، بدايه من جائحه كورونا مرورا بالازمه الروسيه الى ان وصلنا الى الصراع المحتدم في الشرق الاوسط واللي بيزداد حده يوم بعد يوم وبتتسع رقعه الصراع. لكن كل استباقيه في الاتخاذات في الاجراءات اللي اتخذتها الدوله المصريه بدايه من الاصلاحات، بنقول بدايه من القياده السياسيه كان عندها رؤيه وادراك لما يمتلكه الوطن من مقومات سواء اقتصاديه ومدنيه بالاضافه الى القدرات البشريه. فعشان كده بنقول ان الاصلاحات جاوبت او جانبت الصواب جانبها طبعا التخطيط والاستراتيجيه طويله المدى وقصيره المدى. فعشان كده لما حدث الازمات اللي حضرتك تفضلنا وقلتيها كلها اصلا كانت شديده الوطن على العالم، لكن الاقتصاد المصري قدر يتجاوب معاها يعني خف من حدتها. قدرت الدوله المصريه من خلال ما تمتلكه من ملاءه ان هي تخفف او تساعد في التخفيف او نقل اثارها السلبيه على الاقتصاد الداخلي المصري. قدرت الدوله المصريه النهارده برضه حتى تستفيد من الازمات وتحول المنحه الى المنحه المحن الى من خلال تسليط الضوء على ما تمتلكه مصر من مقومات. مصر في ظل كورونا اصبحت هي قبله المثلث في العالم بالفعل، واصبح هناك ايضا دكتور محمد اخيرا يعني اشاده بتعزيز طرق جذب الاستثمار المباشر للدوله المصريه وتوفير وتيسير الوصول الى تمويل، فكل هذه خطوات تؤكد على مدى الرؤيه الاستباقيه للدوله المصريه في ظل مواجهه الازمات الماضيه والحاليه بالتاكيد. بنشكر حضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي.